وهلا يا زينب حننتقل لفقرتنا الثالثة وضيفنا الثالث. أكيد الرسم لغة بلا كلمات وربما لوحات تجسد آلاف الحكايات والمشاعر. فالفنان بلوحته يقدم رسالته بأسلوبه ولغته الخاص. مساحتنا هلا فنية مع الرسام علي باسل مصطفى. يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحك يا فيك. رب، أهلا فيكم. يسعد صباحك يا باسل، جايينا من حمص الحمد لله على السلامة. الله كمان يسلمك يا رب. يعني حضرتك طالب قانون طالب قانون ورسام وعندك معرضين هن ألوان وريشة فنان. خلينا أول شيء نحكي عن الموهبة، إنه شو الرابط بين أول شيء الدراسة الأكاديمية والموهبة، وخلينا نحكي كيف بلشت، قد إيه لك عم ترسم؟ هلا بداية نحكي على الموهبة. دائما بضل في فرق بين الدراسة الأكاديمية وبين الموهبة اللي بتخلق مع الشخص. كدراسة أكاديمية هي شيء كتير مهم وشيء كتير أساسي لحتى الواحد ينمي الشيء اللي عنده ويثبته، بس بتضل دائما شيء محدود الأفق. دارس أكاديميا بضل عنده أنه هو اكتفى ذاتيا من أي شيء عم يتلقاه، أما صاحب الموهبة بضل عنده دافع دائما لحتى يوصل للأحلام يتعلم أكثر. فبتوقع هي الدراسة الأكاديمية ما بتكفي لحالها بدون الموهبة تكون موجودة من قبل. أكيد الموهبة بلشت وأنت صغير، عمرك تماما 5 سنين هلا، العمر كله إن شاء الله هلا عمرك 21 سنة، 21 سنة. خلينا نحكي 15 سنة من الفن والإبداع. مين شجعك؟ مين خلاك إنه كمان فتت حقوق؟ هلا أنت عم تدرس قانون، خلينا نحكي كيف يعني قدرت تجمع بين الموهبة والدراسة كقانون. هلا كموهبة بلشت من الصغر، خلقت معي هي أول لوحة عملتها شو هي؟ أول رسمتها؟ لوحة كانت لفيروز. أول لوحة كانت لإلي لفيروز بعمر ال5 سنين. شاركت بمسابقة على مستوى القطر بعمر ال6 سنوات، كان أول معرض لإلي بشارك فيه. بعدين تلا مشاركات كثيرة كمعارض كأيام الابتدائي، أيام اتحاد شبيبة الثورة، وبعدين على فترة الدراسات الثانوية وإلى آخره والجامعات. معرض فردية كان لي 3 معارض. معرض كان بعمر ال14 سنة تقريبا بمسرح دار الثقافة بمدينة حمص. بعدين جاء معرض بالسنة الماضية ب2018 بجامعة البعث بصالة المعارض، حلو. وآخر معرض كان من فترة اللي كان الشهر ألوان. الماضي يمكن اللي هو ألوان، يعني خلينا نقول إنه الحالة الفيروزية هي اللي أعطتك تماما الإيحاء للبداية بالموهبة. خلينا نحكي شوية باسل عن المعرض اللي كان بالشهر الماضي، ألوان. اللي بيسمع ألوان فورا بيخطر على باله إنه في شيء الألوان مميز، إنه في ألوان كتير، في كتير طاقة إيجابية وفرح، أو في شيء تماما مميز يعني. تماما. هلا كفكرة ألوان كانت مو كألوان كجمع ككل ألوان، لا، هي دائما الألوان توحي دائما بالفرح. مو ضروري تكون اللوحة تدل على الفرح لحتى هي ترسم، لا، بجوز تكون تدل على الحزن، بس الألوان هي دائما اللي بتعطي طاقة الإيجابية وطاقة الفرح. بلوحاتي اللي اشتغلتها بمعرض عم ألوان نشوف بعض تماما، اللوحات والمعارض لك. لوحاتي اللي اشتغلتها بمعرض ألوان كانت فيها 4 ألوان مميزة فقط، تصاغت منها كل اللوحات تقريبا. كان هي اللون الأحمر، الأصفر، الأزرق، وكان في البني. أتوقع كانت الألوان كافية لحتى تبين الأشياء الفرحة، الأشياء المحزنة إلى آخره. دائما الألوان تنقسم لنصين، ألوان حرارة الحارة اللي هي بتدل على الحزن والغضب، والألوان الباردة هي بتدل على الفرح والهدوء والسكينة الروحية. فاعتمدت اللونين بحد ذات كأنه نحن نفرش كل شيء ويكون في تنسيق بين اللوحات بشكل عام. ثاني شيء كان هو الإنجاز، بعتبره إنجاز كان كتير كبير حققته بهذا المعرض، هو تعب 9 سنوات حاولت في إني اكتشف مدرسة جديدة على مستوى العالم. إن شاء الله مع الأيام يكون في إلى تاخد حقها هاي المدرسة، شيء جديد انطرح على للعالم بشكل عام، أخذ ضجة كتير منيحة من ناحية النقاد، من ناحية الفنانين الكبار إن كان صغار وكبار. ثاني شيء كان المعرض اللي اشتغلته، يعني أخذ 25 لوحة علي كانوا 25 موجودين. لوحة كان خلينا نحكي بالمعرض. عن تمازج الألوان، وشو خطر لك فكرة 4 ألوان إنه فقط يكون للمعرض؟ كيف إجت على بالك هالفكرة؟ هلا دائما لأي فنان تشكيلي بده يشتغل بده يكون في له طابع مميز لإله. أكيد كل شخص له طابع مميز، ممكن بطريقة الرسم، ممكن بالخطوط، ممكن بنوع الفن اللي هو عم يشتغله. أو أنا ما برسالته اللي حابب يوصلها تماما تماما بريشة فنان كمان كان عندك أفكار جديدة على مستوى العالم، خلينا نحكي عليها. أكيد هلا المدرسة الجديدة كان في لها نتاج 3 لوحات، 3 لوحات تفصل فيهم جمع بينهم بين 3 مدارس عالمية، كانت مدرسة الجرافيك، كان البورتري، وكان التشكيلي،
التجريدي، فدائما اعتمدت فيها على التفاصيل الدقيقة، اعتمدت فيها على صور كبار السن اللي هي دائما صورة بتدل على الحزن، ما بس تشوفها أكيد رح يلوي يتحرك شوي بسبب التجاعيد وسبب كبر السن اللي صار. الألوان ضافت شيء كتير غريب على الصور، يعني بدل ما تكون الصور بتدل على الحزن لا صارت تدل على الفرح. كان في فكرة جديدة انطرحت بهذا الموضوع انه اندمج 3 مدارس، اكتشفت في مدرسة جديدة، فهذا شيء كتير ممتاز. نتاج تعب 9 سنين لو وصلنا لهون، وان شاء الله مع الايام رح تتطور كتير ان شاء الله يا رب. علي انا عم نادي لك من طول اول حلقه باسل على اسم ابوك، بس ما في خلاف. يعني خلينا نحكي كمان شوي عن الفكر اللي انت عم تعمله، يمكن عيونك عم توثق كفنان تشكيلي كثير من الصور، ان كنت مارق بسياره، ان كنت ماشي بالطريق، في صور معينه بتخطر على بالك بتنطبع بذاكرتك حتى توثقها، وخاصه برسم البورتريه، خلينا نحكي شوي اشكال الوجوه، في شيء معين بيلفتك، في رساله معينه حبيت توصلها من خلال فتره يعني اللي مرقنا فيها، كانت وجوه العالم فيها ممكن المتعب، الحزين، الفرح، اللي عم يعطيك طاقه، اللي عم يعطيك صمود، كثير شفنا نماذج، كان في عندك هيك شيء؟ هلا بمعرض ريشه فنان والوان، ريشه فنان كان اخذ طابع معين، طابع كان بدايه شغل تقريبا على مستوى معارض، اما الوان كان في فكره معينه، اخذت طابع انساني بحت، كان مستوى الوجوه اللي كنت اشتغلها كانت مستوحاه من ازمه مرت فيها البلد، 10 سنين كانوا عجافة على البلد، حاولت قدر الامكان فيها ما بدي اوصل معاناه كشيء واحد، لا انا كان بدي اوصل معاناه مع امل، لانه دائما الامل بده يكون موجود لحتى تخلص اي معاناه كانت، فرغم اي لوحه بتشوف فيها حزن بنفس الوقت بتشوف فيها شيء نوع من الامل والتفاؤل لقدام، وهذا الشيء الاساسي. كانت لوحات لاطفال، لوحات اخذت بشكل عام طابع نسائي اللوحات، لانه دائما المراه هي بتعبر عن الجمال والحب، الجمال والحنان والحب بشكل عام اكثر من الرجل بشكل عام، يعني صحيح، وقادر ان تعطي هذا الشيء اكثر من الرجل، ممكن الرجل قد ما كان جميل ما رح تقدر حتى تعمل. غير الجمال، هلا قد ما كان الرجل بده يوصل احساس معين صعب عليه، يعني ممكن بدمعه خلص انتهى الموضوع، اما المراه ممكن بحركه توصل اي شعور كان للناس. علي دائما لكل فنان في قدوه، خلينا نحكي مين قدوتك كفنان، مين قدوتك كمان بالحياه، وهل ببيتك في مثلا صور او رسومات لفنانين غيرك؟ هلا كقدوه بحياتي كانت هي والدي. والدي شجعني من انا وصغير ولحد هلا، يعني الحمد لله لساته معي خطوه بخطوه وعلى الاحسن ان شاء الله. والدي انا محامي، هلا بكون انبسط اني خربطت باسمك هون الحلقه. والدي محامي واخذت يعني القانون منه، وهو كمان عنده شويه كنظره فنيه كمان، ورثت عنه هذا الموضوع وانا طورته اكثر بكثير. كفنانين على مستوى هلا اي فنان هو يعتبر قدوه، أكيد. أي أستاذ هو يعتبر قدوة للشخص، بس دائما لكل حدا فينا في شخص مميز ويعتبر قدوته بالحياة، أنت مين قدوتك كفن يعني بعيدا عن فن العائلة؟ فن الرسم ممكن، هلا في ليوناردو دافنشي، هو كان قدوة لي من أول حياتي ولحد هلا، يعني إن شاء الله وبتمنى أكون لسه أحسن منه ان شاء الله. ان شاء الله. علي فكرت انك تشارك بمعارض خارج سوريا ان كان عربيا او عالميا، انطرحت الفكره ببالك، اجتك الفرصه ولا بعد ما؟ هلا حاليا ان شاء الله في ترتيب لمعرض جديد برا البلد، يعني خلال 3 4 شهور جايات بعد اول السنه معرض ببيروت راح يكون، وبعدها ان شاء الله شو الله كاتبنا نطلع لبرا بيكون كثير ممتاز. شو برايك المميز حيكون بالمعرض الجديد؟ هلا الشيء المميز انه راح يكون في خلص لمسه خاصه لإلي، شيء جديد عم ينطرح على مستوى برا القطر، مستوى عالمي، نوصل رسالة، ممكن اسم بلد طلعت من حرب منتصرة إن شاء الله، رفعت واحد يرفع اسم بلده بين كل بلدان العالم كشخص طلع من سوريا، هذا شيء كتير ممتاز وشيء كتير فخر طبعاً. انه يطلع من هذه البلد اللي هي كل عمرها حاضنتنا وكل عمرها ربتنا وهي امنا الاولى والاخيره. أكيد. علي خلينا نحكي شوي عن اقبال الناس على المعارض الفنيه، نحن بنعرف هي موجهه لشريحه معينه، للاسف اصبحت يعني شريحه ممكن طلاب الفنون الجميله، ممكن اللي حابين شوي انه او اللي عندهم موهبه بدهم يتعلموا ويشوفوا شو في جديد. من الناس العاديين اللي ممكن بيحبوا يمكن اللوحات، كنا نشوفها من زمان يتفرجوا ويشاهدوا، بس اليوم يمكن بسبب الضغوطات المعيشيه واليوميه قلت هي الفئه شوي، هل هذا اثر على المعارض الفنيه برايك؟ وشو يمكن
ممكن الفنان التشكيلي يعمل شيء يجذب هدول العالم، يرجعهم على ساحة المعارض الفنية اللي ممكن هي كمان إلى رسالة بتهذب الذوق العام كمان. تماما. هلا ما في الواحد ينكر فترة أزمة مرت علي البلد أثرت بشكل كتير كبير، رغم كانت بلدنا ناهضة ثقافيا على مستوى العالم مو على مستوى كبلاد عربية. الأزمة يعني أثرت شوي بشكل كتير كبير على هذا الموضوع، حتى خلت يعني ثلاثة أرباع فنانين بلدنا ومثقفين طلعوا برا. رغم كل هذا الشيء يعني بعض المعارض يلي اشتغلته بمدينة حمص تفاجأت بكم الناس يلي اجت، ممكن بسبب عمري معين اللي انا فيه حاليا جذب كل الناس، يعني كان شباب صبايا صغار كبار مثقفين وغير مثقفين، كان جذب كثير ناس. طبيعة الشيء المطروح كان غير الكلاسيكي والتقليدي، كان في شيء فكرة جداد عجبت الناس وكثير خلتهم يعني يجوا يقفلوا على المعرض. المعرض انا كان 3 ايام تمدد ل5 ايام بعدين صار الاسبوع، فهذا كثير شيء ممتاز كان. أكيد أكيد علي، لكل حدا كمان فينا مثلا أنت بلشت بالرسم وعندك أكيد لوحة مميزة، طول هالمسيرتك الفنية هي عبارة عن 15 سنة، احكي لنا عن أكثر لوحة مميزة وأنت عم ترسمها كان لها يعني وقع خاص بقلبك بتفكيرك بكل شيء. هلا في لوحة كانت موجودة بالمعرض، هي لوحة لجرف صخري. طبعا أنا لوحاتي 99% منها ما بشتغل فيها بالريش، هي بدياتي بتكون بشتغلها. فهي اللوحة أكلت شغل تقريب الشهر بإيدي، فكان كتير شيء مهم بالنسبة لي إنه عم بين عمر صخر. هذا الشيء كتير كان يعني أكثر من أي لوحة تانية، كان فيها صعوبة كان فيها كتير شيء حلو بقلبي. وتاني شيء هذا الشيء اللي أنا شفته على أرض الواقع، يعني هي اللوحة مستمدة من الواقع، هي جرف صخري انعمل جوات الجرف بيت، فكتير شيء كان حلو، شيء من التراث وكتير أنا بحبه. أكيد يا علي أنا بدي أتمنى لك التوفيق، وبدي هيك كمان أبعت تحايا لأهلك اللي هن لا فخورين كتير بوجودك معنا، وإن شاء الله بنشوفك أهم فنان تشكيلي بالعالم مو بس بسوريا. شكرا لوجودك معنا. مو بس أهله يا علي يا زينب، ونحن فخورين بالشباب السوري والمواهب السورية الشابة اللي عم تطلع وعم نشوف حالنا فيكم أكيد، وبنرفع راسنا بنتمنى لك التوفيق. الله يخليك. وبنتمنى لك يعني تحقق النجاح أكثر وأكثر وأكثر. شكرا لك.